وهي مي سخنة خليه يحترق حلقة. لو سمحتي آنسة يا الله لك عم قلكن انه انا بتحسس ان الفريز ليش ما عم تصحوا لو سمحتي تفضلي هي الشاي مو وقتك وقت الشاي هلا اتركيني آنسة فتون حضرتك ما شفتي بعقدك معنا انه في نوع من المصاصات من الفريز حيكون مصنوع لازم تاكلي هذا النوع مهم ليش ما نكون عم تفهموا علي ليش ما نكون عم تفهموا عندي حساسيه من الفريز عندي حساسيه فهمي بروح على المشفى بسببه وبختنق منه وجسمي بيتورم وبيحمر كله وبصير بشع كثير جان شوفي جان انا بتحسس من الفريز وما رح اكل هالنوع ريهام خدي مصاصة ليمون وروحي على المطبخ في صبغة حمرا صبغية فيها جيجي حيساعدك جيجي ايه طيب لهيك بحب التعامل مع الأذكياء كنت كتير متوترة أنقذتني يا بطلي بسيطة ما ترفعيها لفوق كتير تعبينا صبغة أنا شو بحكي معناتها لو تعرف قديش هالدنيا ظالمة بعرف بعرف خاصة المعترين اللي مثلنا عن جد مو مناح الحلوين كيف يعني مين الحلوين؟ والفاجرة مثل الفستق بالدنيا مين الفاجرة؟ ما عم أفهم عليكي شبه ولما الحلو بيحبها للفاجرة بيتعذب قلبه للمعتر مين المعتر اللي قلبه عم يتعذب هلأ؟ سمعتني شو حكيت؟ طبعاً شو هبلة؟ شو عم يصير معك؟ وما زبطت معي هي كمان أنا شو بفهمني بأمور الصبغات بهدلنا قولي شو بشعر يحتون من الصبح عم باكل سكر بسببكم حاسة رح اتسمى شو بها؟ يمكن تعبت شوي بس بتوقع متعودة على الضغط ايه متعودة فتون خانو رح نخلص تحملي شوي لو سمحتي بدي حس من تعابير وشك انه هذا أطيب مصاص بتدوقيه بالعالم كلياته وقفي بعد إذنك على اليمين شوي ايه خليكي هيك وعيونك لفوق ممتاز يعطيكم العافية هيك خلصنا شباب برافو جان لك كيف وعد هي ما فهمت صار لك شي خليني ساعدك تعي أنا منيحة ما فيني شي عن جد مو معقول هي على شو عم تضحك وشبكوا يلا مش بلا ما تبهدل يا حرام المسكينة تفركشت بالحجرة أي حجرة ريهام؟ ورجيني لأشوف وينها ما بعرف وين مكان الحجرة جنبك بدك تشوف البستاني قل له ينظف الحجارة منيح كثير طولوا هدول دوري يا أخي شو عم بيصير هون؟ خير عمي نهاد فهمني؟ يا ربي دخيلك شو هاد؟ عمي حمد ما شبك مش اللي مديك عمي تطلع قدامك حل عمي لك شو بدك تعمل بكل هدول؟ خالي؟ خالي وهيبة؟ يسلم فهميني شو الموضوع؟ ما في شي بس بدنا نبيعه للمحل كيف؟ لشو بدكن تبيعوا محلكو؟ لشو بدكن تبيعوا باب رزقكن؟ نهاد مديون لتاجر الجملة ولهيك بعناه ومشي الحال صحيح تذكرت خد هذا الصابون واعطيه لأمك أنا ما بدي صابون هلأ يا حيف عليكم يا خالتي وهيبة عمي أبوها لخطيبتي غرقان بالديون وانجبر يبيع محله ليسددها وصهركن مزفر هلأ العرف الموضوع إيه بس ما حذرتوا صهركن بينحسب له ألف حساب الموضوع أنا بدي حله بطريقتي ما بسمح لمخلو ياخد المحل أبو وائل وقف تركوا له عمل لك وقف أبو وائل لك وقف وعطيني هالكياس تعا أنت الثاني اللي عمل شو بكون هذا الكيس لك خلص هات خالي هاتي معي. والله عيب هيك لك هاي البضاعة للمحل مو من حقكم تاخدوها رح حاول اني نام هون اليوم
وإذا بيزبط معي الليلة اعتبري القصة منتهية. أنا كتير متحمسة. يلا يلا بشوفك، دعي لي إنه يزبط. يلا باي. الكل راح وما هيك؟ أنتي شو لسه عم تعملي هون؟ أنا عم حط التياب محلهم. هالتاج شو لابق لك؟ يلا هلا حطيهم بسرعة لأنك تأخرتي. كلنا رايحين. عذبناكي معنا اليوم بس النتيجة بتستاهل. أنا عم شوف الصور، كنتي عن جد بتاخدي العقل. شكراً كتير على كل شيء. النتيجة طبيعية لأننا عم نشتغل سوا. ببعت لك ياهن على الإيميل، خبرك قبل. في معك شوفير؟ جان عيب اللي عملته، عم تسكر اللابتوب قدامي. شو هالحركات؟ عم تجرب تخلص مني كأنه؟ مو هيك. شو عم تقولي أنت؟ ليش بدي أخلص منك؟ مو هيك قصدي. ايه طيب، معناها انا فيني ضل هون للصبح، قصدي للصبح انا فاضيه ما عندي شي، مو محرزه اروح على الاوتيل مشان كم ساعه. ما قلت لي في بيتك غرفه نوم مشان الضيوف؟ ايه في طبعا موجود. ريهام لساتك هون لهلا؟ انا بس كنت عم رتب هدول التياب وطالعة، خلصت خمس دقايق وبمشي. ليش عم تعذبي حالك فيهم؟ تركيهم خلص، أنا بكملهم عنك. هاتي، أنتي تعبتي اليوم، خلص فيكي تمشي. بمشي إذا أنت بتحب، إذا ما بدك بضل معك. لشو عم تتحذروا شي طبيعي إنك تروحي بعد كل هالتعب؟ ما تخربي فرحتنا يلا، بس لو تعملي لي عصير الخضار تبعي قبل ما تروحي. لا مو لو، اعملي. جعت كتير. يلا جان لبين ما تجهز العصير خلينا نتمشى. تعا يلا جان، يلا تعا. هلأ ذوقي العصير على أصوله. حبة فريز بنوب ما بتضر، الحبتين ما بيضروا كمان، والثلاثة ما بيضروا، وأكتر شي بتصير تحك. انتي مو مجرمة يا هبلة، جان بيك. انت امتى فتت؟ هلا فتت. لحظة شوي انا بصب لك مي. هات. خلص العصير حبعي. شو طيبة عن جد، غير شكل ولا أطيب. ريهام أنت منيحة؟ من التعب رح تنام المسكينة. يلا تصبحي على خير ريهام الحلوة، بتمنى لك أحلام سعيدة. تلاقي الخير. تصبحي على خير ريهام، شوفك بكرة. ألو، أنا جيهان المستشارة الخاصة تبعكم، تفضلوا. ألو جيهان،
أنا طلعت مو منيحة بنوب وعملت شغلات مو معقولة وكتير كتير بشعة. قولي شوفي. اسمعي، جان بيك مديري اللي روحه مو حلوة وشكله حلو كتير. ببيته كان في جلسة تصوير والجلسة مع فتون تاش. المرة ما عم تتركه طول الوقت لزقانة فيه، وأنا ما بعرف ليش عصبت منها وضربتني موجة غيرة. دستلة على فستانة والمسكينة تفركشت ووقعت. نشكر الله ما انكسر أنفها. ولك شايفة حالها كتير. ما تقلي لي بحق إلا لأنه هي مشهورة. وقاحتها ما كانت عادية اليوم. ريهام اسمعي، ما بعرف إذا المشكلة مني بس ما عم أفهم عليك أبدا. لك المخلوقة بتتحسس من الفريز، شو بدي أعمل؟ ما بعرف، روح اعتذر منها، والله ما بعرف شو ساوي. بس هي ما عم تتركه لجان بيك، طول الوقت لزقانة فيه، ما بعرف شو أعمل لحتى أمنعها. أنت ليش بدك تمنعي؟ أمير بيك هو اللي قال لك؟ بنو هو ما قال لي، أنا حابة هيك ساوي. ليش؟ ما بعرف. اسمعي يا بنت، أنت قلتي إنك عصبتي وضربتك موجة غيرة، يعني بس ما تكوني حاببتي لمديرك؟ مستحيل. نسيتي ألباتروس تبعك؟ كنت تقولي ما فيني فكر بشب لأنه بحس حالي عم خون ألباتروس. بس أنا بحبه لألباتروس لهلأ. لك هاد مو موضوعنا جيهان، يعني المخلوقة بتتحسس من الفريز وأنا حطيت لها منه بالعصير، يمكن تحتاج مشفى بعد شوي. لك شو عملتي يا بنت؟ الشنطة تبعي، شنطايتي بالمطبخ ضلت. يلا باي. ريهام، ريهام اسمعي. جان شوف السماء قديش حلوة اليوم، ما بدك نشوف نجوم السما مع بعض؟ فتون، ما تعبت بحياتي مثل اليوم هاد، حاسس ما عم يتفتحوا عيوني. انت كمان تعبتي اليوم، لهيك اذا مننام احسن. ليش خجلان كل هالقد؟ روق شوي، خلينا نقعد هون لاحقين نستمتع سوا تحت النجوم يا قمر. لا مو هيك، في سوء تفاهم، انتي فهمتيني غلط، انا مو قصدي هالموضوع بنوب، يعني ايه. بس انا ريهام، جان بيك بعتذر منكم لانه نسيت شنطايتي هون. رح فوت مشان جيبها، رح اجيبها واطلع. شوفي أنا نعست وصار لازم فوت نام، نبقى منحكي أوكي؟ بما أنه هيك بدي منك توداني بوسة مشان تضل ذكرى لهاليوم. أوعك جان ما تساوي، يا الله يوفقك. كأنه وشك تعب فتون؟ مزبوط، أنت حلو بس مو لهالدرجة تتدلل. يلا بوسني. لا لا فتون مو هيك القصة، أنتي اسمعيني. بوسة واحدة وبس. لك فتون شو عم يصير لوشك؟ استني بس لحظة فتون، وضعك مو منيح بنوب، أخدك على المشفى. شوفي وشك كيف عم يتنفخ. وشي؟ يا ويلي، لا لا، تحسست أكيد بتكون هديك البنت حطت لي فريز بالعصير، متأكدة. بس ما تطلع فيني بترجاك، ما تطلع فيني أبدا، رح روح على المشفى لوحدي. ريهام، شو كان في داعي لتساوي كل هاد؟ معقول تكوني غيرتي علي منها؟ خلاص ما عاد في هروب. لو سمحت بعد لي، ما عاد فيني اتاخر اكثر. اوكي اوكي حبعد، اوكي
لحظة ريهام، ليش حطيتي لفريز بكاسة العصير؟ يعني بتعرفي إنه هي بتتحسس من الفريز، ليش لا تعملي مثل هيك شيء؟ بترجاك ما تواخذني، ما توقعت يصير معها هيك، حسيت وشها فات ببعضها لما شربت الكاسة المسكينة، بس كنت بدي أحط لها حبة أو حبتين. ليك أنا عملت هيك. شو عم تحكي أنت؟ فهميني، أنت ناوية تجننيني ولا شو؟ أنا ما سألتك كم حبة فريز حطيتي لها جوات الكاسة، سألتك شو هو سبب هالتصرف. أنا عملت هذا الشيء كله مشانك، طول الوقت لزقانة فيك وما فهمت، وبالأخير هي لزقت وما عاد عرفت تروح، أنقذتك مشان ما توقع بمشكلة. مشاني لما أوقع بمشكلة؟ إيه لك. وأنتي برأيك إنه أنا محتاج يجي حدا لحتى ينقذني يا ريهام؟ من وين خطرت لك هاي الفكرة؟ مزبوط معك حق، الظاهر إنه أنا اتدخلت كتير بيناتكن وخربت عليكن الجو، بعتذر منك. مرات بشوفك مخطوبة ومرات تانية بلاقيكي عم تعملي هيك قصص، وبنفس الوقت عم تدوري على الباتروس. ريهام أنا عن جد ما عم بفهمك بنوب. ما في داعي أصلاً، حياتك الخاصة ما بتعني لي وحياتي الخاصة ما بتعني لك، عندي خطيب بحبه ومبسوطة أنا وياه، هذا اللي لازم تفهمه. وصلت؟ أي وصلت. وبعدين أنت ما بيحق لك تحكي معي هيك، حتى لو كنت مديري ما بيحق لك تتدخل بحياتي الشخصية. معك حق، أنا مديرك وبس. تمام، ما عاد تسمعي مني شي برات الشغل. إيه أحسن، اتفقنا. وهلأ فيني أمشي؟ بكفي حاجة تطلع عليهم نهاد. معلش تحمليني وهيبة، بس حاسس بالفضول، كل المصاري من فئة الخمس ليرات. يعني انت لشو لتبيع البقالية بأربعين ألف وهي بتسوى أكتر من هيك؟ اللي عملته مانو ظابط أبداً وخسارة كبيرة. معك حق بنتي، بعتها بخسارة، بس لأنه في علينا دين وكان لازم بيع البقالية لحتى سده. كم مرة بدي أشرح لك القصة بنتي؟ أي بابا بعرف السبب، بس لو خبرتنا كان ممكن نسحب شي قرض من البنك وبتسد الدين تبعك. أنت وأمي كتير متغيرين وصايرين عم تخبوا علينا. لك شو هالشنطة، حاسستها من الأفلام التركية القديمة. يا بنت أخذنا المصاري، شو المهم بالشنطة إذا قديمة؟ لا وهالحرامي كمان بده شنطايته. عادي ما تزعلي وهيبة، شو بدنا بالشنطة؟ طول ما لا موجودة هيك بوشي رح أضل متوتر، رح أتصل بخليل خليه ياخد مصاري ونخلص من قصة الدين. اتصل اتصل بسرعة لأني بلشت أتوتر. رح أتصل فورا. اتصل بسرعة. هاي متصل. رح جن إذا ضلت المصاري بوشي. والله بقالية ليلى كانت بتجنن، كانت ورقة ربحانة على طول ضد ريهام. كنت إلا أهلي ما بيحبوكي قد ما بيحبوني، لهيك سموا البقالية على اسمي أنا، بس هلأ خلاص راحت. لكي أنت وين ونحن وين؟ هادي اللي هامك بكل الموضوع دخيلك يا ربي ما أقل عقلة. معقول بس بأربعين أخذ البقالية وصارت إله؟ ما استنى ولا لحظة حتى، حرامي من يوم يومه. لك يضرب بمنظره. خلص روق، ما بصير تضل هيك، فكر وبعدين خود قرار، وأكيد رح يلتقى حل. والله رح أطق يا زلمة. جان بيك إجاك ضيوف. والله جد؟ أها. ترى اوه جان بيك، يلي بيشوفك بيحس الدنيا كلها بخير. اهلين. مو طبيعي، اذا ما اجينا لعندك ما بنعرف اذا لساتك عايش ولا لا. ليك ولا تعاتبوني، بتعرفوني هالفتره كثير مشغول. جان صاير شي معك؟ مبين مو رايق. لا رواء ما في شي. شو ما بعرفك؟ مليت من تصرفاتك الغامضة، شي مرة احكي يا جان. ماجد خلص شيلك مني، قولوا لي انتو شو اخباركم. هذا عاصم رح يجنني طول اليوم، قلت له خلينا نجي لعند جان، صاحبنا عنده مشاكل مع حبيبته هالفترة. هات خبرنا. لا مو مشاكل، كابوس كابوس، والله العظيم كابوس. يلا ماجد قوم صب لنا ايدي ورجلي عم يرجفوا. ليك نهايم، عن جد بحياتي كلها ما شفت مرة مثلها، رح نتزوج قريبا ومن هلا انا مليت. هات عمهلك. ماشي ماشي هاتها.
ايه كملنا. صب لي كاسه ثانيه بسرعه. قلت لك على مهله. مجد صب لي لو سمحت، شايفني متوتر. يعني ما بعرف كيف صار الوضع، تخيل بروح على الشغل بتسالني لوين؟ شو هالسؤال؟ بتعرفني رايح على الشغل، برجع على البيت بتسالني شو كنت عم تعمل؟ لك كنت بالشغل شو بدي اعمل؟ يا زلمه والله رح تجنني. عندي خطيب بحبه ومبسوطه انا وياه، هذا اللي لازم تفهمه. وبعدين انت ما بحق لك تحكي معي هيك. حتى لو كنت مديري ما بحق لك تتدخل بحياتي الشخصيه. شكلي مستحيل اعرف اتعامل مع النسوان، ما عم افهمهم. مرات بشوفك مخطوبة ومرات تانية بلاقيكي عم تعملي هيك قصص، وبنفس الوقت عم دوري على الباتروس. ريهام أنا عن جد ما عم بفهمك بنوم. ريهام استني، استنيني شوي لا تفوتي. يا أخي شو صار لك؟ ليش ما بدك ياهن؟ خذ مصاري خلصني. ما بدي ياهن اليوم، خليهن لبكرة. لك ليش لبكرة؟ خدهم بقى. خلص خليهن عندك، ما بدي المصاري هلا. خليل لا تجننا، ليش ما عم تاخذ المصاري؟ مو كنت رايح جاي عم تهددنا مشان سدد لك ديناتك؟ ايه العمى. لك اذا ما بده المصاري ليش مصرين تدفعوا له؟ خلوهن معنا. استني شوي خليني احكي مع الرجال. خليل خذ مصاريك وريحني. لك بعت البقاليه مشان ندفع لك ياهن. اه انت بعتها مشان تدفع لي ديونك؟ ايه معقول؟ نعم بعتها اليوم. لا مالك مديون لإلي. شو ريهام ما خبرتك؟ شو كيف يعني؟ شو حتخبره ريهام؟ شو دخلها ريهام؟ ريهام استني. ريهام هيك الشنطة. شو فيها؟ الله ريهام ريهام افتحي الباب لشوف يا بنت. وهيبة افتحي. شو اللي صاير؟ ريهام ريهام جيهان هلأ فهمينا ريهام شو عاملة. وأنا شو دخلني بهالقصة؟ والله ما بعرف. ريهام اسمعي، هدول الحركات انا ما بحبهم. افتحي الباب يلا، افتحي الباب احسن لك. يلا افتحي. شوفي يلا اشربي المي وبلشي احكي. يلا على السريع. تمام شربت. شو كان قصده خليل لما قال اني ما عاد مديون هلا؟ قصده اني رحت ودفعت له الدين. وين لقيتي 40,000 ودفعتي له لخليل؟ قولي الحقيقه. ما لقيت 40,000 ابدا، بس انا بالشغل عندي راتب، قلت له بدفع تقسيط وهو قبل. ليش انت قديش راتبك؟ ما حكينا بهالموضوع. امي ريهام وظفت خدمه، يعني الراتب تبعها بيكون كتير قليل. دقيقه ليلى، فيكي تفهميني شو القصه بالتفصيل؟ بعدين كيف اقنعتي خليل تدفعي بالتقسيط؟ ها يعني كيف قبل معك؟ ماشي قبل معك، ليش ما قبل معي؟ ابي اسلوبك هو المشكله. يعني مستحيل اتخانق، انا ماني مثلك، رحت بهدلته وخانقته فخاف مني. قلت له توظفت ورح ادفع لك، لما يعطوا قروض هاد بيكون شرطهم، يعني بهمهم انه الشخص يكون عنده شغل ثابت وعنده راتب يدفع منه، مو هيك؟ ليش انت قديش راتبك ريهام؟ هيك ما رح يضل شيء من راتبك ابدا. لا ما رح اقبل. طيب بابا انا في عندي فكره. انا وريهام بنتقاسم راتبي كل شهر. كثير حلو اللي عملتيه اختي. هيك انا وريهام بندبر حالنا. انت المهم ما تزعل. ايه هاد المهم. بكره بتروح وبترجع البقالية، ماشي؟ حاكي هاد الحرامي إحسان، أعطيه مصاري وانهي الموضوع. ألف الحمد لله يا ربي إني خلفت هالبنتين، والله عن ألف رجال، يخلي لي إياكن يا حبيباتي نيالي فيكن، الله لا يحرمني منكن، بشكر ربي على هالنعمة. يا حبيباتي، الله يخلي لي إياكن. بشكر ربي، هي بناتي كبروا وصار عندهم شغل وواقفين لينقذوا أبوهن وبقاليته. رفعتولي راسي.
بناتي الصغار صاروا صبايا وبيجنن. أنا كتير بحبكم يا روحي. انت يخليلنا ياكم فوق راسنا. صاحبنا فصل على الآخر، رح قوم وصلوا على بيته. شت. معلش معلش، خليه شوي متسطح. بكرة عنا تفتيش بالشركة، شركة التجميل بدهم يعملوا تفتيش ليختاروا الوكالة اللي حيشتغلوا معهم، أكيد بتعرف مو هيك؟ وأكيد حتكون موجود. بعرف بس بدي أتأخر شوي بالجاية، لأنه الجمعية اللي عم أدعمها رح يسكروا، وأنا لازم خلص لهم أوراقهم. شو الجمعية؟ بيدعموا النساء بمجالات كتيرة، طلبوا من صندوق النقد الدولي بس ما رضيوا، وكان لازم يعملوا حملة ليأمنوا مصاري لإلهم، بس ما حدا دفع. بصراحة دعموا كتير نساء وهذا اللي بيزعل. ليش الوكالة تبعنا ما تعمل لهم الحملة؟ شو رأيك؟ مو بهالبساطة، الموضوع ماله سهل وعن جد بيكلف كتير، صعب الوكالة تتحمله. لك عادي، أنا بعمل كل شي بإيدي. أنت شو عم تقول؟ عن جد عم تحكي؟ أكيد عم بحكي عن جد. منلاقي شي فكرة ومناخد صور صح، والدخل منتبرع فيه لإلهم. والله هالفكرة بتاخد العقل، مربح صورك بيكفي الجمعية ورح يزيد كمان. إيه بس في تكاليف الطباعة، من بوسترات لإعلانات. ولا يهمك، اللي حيطبع لنا مجانا ليكو متسطح هنيك وغايب عن الوعي هلا. عاصم هوب. هي رح تجي لهون أكيد، أنا متأكد إنه رح تجي لهون يا شباب. حتجي حتجي لهون. إيه ليك، بدي أقول لك شغلة، ركز معي، بدنا نفوت سوا بعمل خيري. موضوع الصور علي أنا والطباعة عندك مجانا، أوكي؟ إذا بتطلبوني على الموت بروح معكم. ماشي، اطلبوا شو ما بدكن وأنا جاهز. خلاص اتفقنا. يا عيني عليك أنت وقلبك الكبير، بس يفيق الصبح بيكون نسيان وحياته. يا عادي ما يهمك، منذكره. يلا خلينا نقوم. يلا روحوا بتاكسي بلا ما تسوقوا السيارة أحسن لكم. هلا بقول له لرفعت يطلب لكم تاكسي. ما يهمك، بتصل وبطمنك. يلا عاصم قوم، هات عنك. يلا دير بالك، انتبه. مسك فيني. والله ما بعرف شو كانوا عم بيعملوا بالشركة من ورا ظهرنا. اجوا جماعة المالية وقبضوا على سرحان. حبيبتي ليش ساكتة وما عم تحكي أبدا؟ نسافر بآخر الأسبوع على بودروم أمير؟ لا، بيكون زحمة كتير هنيك. ايه وإذا شو فيها؟ أنا وياك ما فينا نبين سوا، ما هيك؟ طيب شو رأيك بفكرة أحلى؟ رحلة على إيطاليا. ألين شو الموضوع؟ أنا رح أقوم نام، تصبح على خير. ألين كنتي بدك تجهزي أمورك مشان التفتيش بكرة. ما بدي جهز شي، مليت من اللي عم يصير، بركض ورا الشركات والشغل الكبير وما عم اكسب. هي شركة عالمية أصلاً وبدها وكالات كبيرة مثلكن، ما رح اكسب، تعودت على هالشي. خلص اهدي، تعي عادي شوي. رؤي، أنا فيني خرب التفتيش عنا. كيف؟ في ريهام. اختيار موفق. معقول لحد هلأ ما مليت من هاي ريهام والفشل تبعها؟ ما بتفهم بشي بنوب. تعالي أربي، اسمعي، كل شي رح يمشي بكرة مثل ما بدك بوعدك. وشغلة تانية، أنت أهم من الشركة عندي. ألين، أنت أحلى شي بحياتي، طلعي لقلك وثقي فيني. أنا بوعدك بهالشي، هذا الشغل حيكون إلنا. وضحكت عصبي تاني مرة. جيهان، أنت شو عم تعملي من الصباح؟ عم نظف البيت مغبر كله. اختي فايقة بكير وعم تنظف كمان، لك كنت تعلقي على الحيطان طول الوقت، في دور لتنظيف البيت. بعمل هيك لأوصل لك رسالة. شبك عثمان؟ اعتبره هاد تأثير نفسي. لتتذكر إنه دائما في دور، مو بس علي أنا. طيب اليوم دوري بالتنظيف. شوف دائما بتنسى هاي الصورة وما بتمسحها. لك عم حاول مسح الغبرة وما عم تروح. أمي كانت نظيفة، لو بتجي بتشوف الغبرة على الصورة رح تتضايق كتير منها. ايه كمان لو اجت امي ما حتسمح لك تخليني نظف البيت. اصلا لو بابا كان عايش وقتها متأكدة
رح يقول إيدين بنتي ما بدي شوفهم عم يتعبوا بالشغل لأني بخاف عليها. لك فهميني مش هو مزعوجة هلأ؟ عن جد ما بعرف شو بدي أعمل لحتى خليكي تنبسطي جيهان. شو ساوي؟ ما بعرف ضحكك. من هاي الناحية معك حق، ما بتعرف تضحكني، بس أكيد بتعرف تعانقني أخي، لأنه بهي الطريقة بس رح أرتاح. أوف يا عثمان، عن جد كتير اشتقت له. ثانية، أنا بدي أقول لك إنه مبارح يمكن حكيت بطريقة مو منيحة، بس اللي صار الموضوع بخص الشغل؟ لا. طيب معناتها ما في داعي له. يسعد صباحك جنبي. صباحك. تمام، معناتها بدي تبعتوا لي اياه بالايميل وبتبعتوا لجان بيك وبالاجتماع الاسبوعي بنحكي فيه. ماشي اوكي. كل شيء جاهز ما؟ طبعا جان. اسمعوني يا جماعه. تمام. اول شيء صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. بتعرفوا انه في عنا تفتيش للوكاله اليوم، وبتعرفوا انه في شركه تجميل عالميه وضخمه فاتت على السوق التركي وبدها وكاله تتعامل معها، واليوم رح يجوا لعنا لحتى يفحصوا وكالتنا. وبس يخلص هالتفتيش بيقيموا الوكالات بعلامات، والوكالة اللي بتحصل على أعلى علامة هي اللي بتاخد الحملة. طيب يا ترى في أحسن من وكالتنا؟ أبداً! أبداً! برافو! نوب! برافو! هيك بدي إياكن، هذا المطلوب، كلهم متحمسين، شي رائع. جي جي يا الله شو متوترة. رح جيب لك أطيب فنجان قهوة. إيه والله يا ريت. ليلى أنت لسه بدك تعرفي مين هو الجاسوس؟ بدي أعرفه جان بيك، وما بتتخيل قديش. ممتاز، مين ما كان هذا الجاسوس اليوم رح يظهر، متأكد إنه رح يحاول يخرب التفتيش. بدي إياك تخربي التفتيش اليوم. ليش؟ وكيف؟ قلي. دارين عم توزع المهمات والشغل تبعك، خربيه كله. تمام؟ وبعدين؟ لا، أمير بيك، كأنه عم نبالغ مو هيك؟ تمام، ما بدنا ترتفع قيمة الشركة مشان ما يبيعها جان بيك بس بهالطريقة؟ ريهام، هذا أكبر شغلة بيجينا لليوم، هي شركة تجميل عالمية. طيب، فهمت، ليش هالتوتر؟ لا تخاف، أنا معك، قلي شو أعمل؟ كوني مركزة. كوني مركزة ليلى، وفتحي عيونك. إيه تمام جان بيك، أنت لا تأكل هم. تمام، الموضوع عندي. عظيم. احكي شو عم تعملي عند مديري. اه انتي بالاول احكي شو عم تعملي عند مديري. جان بيك مديرك مو؟ يا بنت انتي بالشركه الكل مدرائك، حتى انا مديرتك. يعني الكل بهالشركه بدهم يصيروا مدراء؟ شي بتعب. هلا رح نرجع بقاليتنا. ايه شوفي ليلى، صارت سهله بدخيلك يا ربي. رح جن. اه وهيبه خلص لا تزعلي، طلعي طلعي، هي مصارينا معنا، بس نرجع بقاليتنا من هالسعلة بإحسان. أول شغلة منرجع منكتب اسم ليلى بوعد. حنرجع نكتبه أكيد طبعاً، بس ما بدي إياكي تعصبي، يمكن يبطل يرجع إذا عصبنا، فطولي بالك. تمام، تعال نرجع بقاليتنا. أمشي. إيه تعالي رجع. جيبي. شوفي يا بنات، ما في خالة. شرفتوا المحل محلكم. أوه شو هالصباح الحلو هاد. أهلين، صباح الخير، شو أخباركم؟ تفضلوا، بدكم شي؟ المصاري بالشنطة، رجع لي بقاليتي. مو مشكلة برجعها، بس ما قلت لي قديش المصاري؟ 40,000 لساتهم بالشنطة.
إذا ما أنا مصدق عدهم، مع إنه خمساته رح ياخذوا وقت، بس شو بدك تعمل؟ أمرك لله. مو معقول يا جماعة، بدكم تشتروا البقالية بأربعين ألف، إيش شايفيني أجداب؟ ما في غيرها بالحارة وعالزاوية، عن جد ما بيصير، ببيعكم إياها، بس بتعطوني 100 ألف. كيف؟ لحظة أحسان، قديش بدك؟ بدي 100 ألف ليرة. ممكن اقبل بالعملة الصعبة، بس مشانكم ما بدي اضغط عليكم وتضطروا تصرفوا. لك لسه مبارح اشتريتها باربعين الف، شبك شو صار لك؟ انا اشتريتها مبارح، بس بتعرفي كيف تتغير الاسواق، فهمتي علي؟ السعر اللي بدي اياه فيني اطلبه، هيك التجارة، شو نعمل؟ اذا ما بدكم تشتروا لا تسكروا لي باب البقالية، هاد باب رزق الله يرضى عليكم، يلا اخي امشوا. ليك يا حرامي عم تزب علينا والله، لشلك هالعيون الزرق تبعك ولا؟ وهيبة لا تهوري وهيبة، خلص روقي وهيبة، روقي شوي، ما بصير هيك، اهدي شوي وهيبة، مو اتفقنا ما تعصبي؟ ليش هيك عملتي؟ لك عمي مرت عمي شو صاير؟ ان شاء الله خير. يا بقالية السالب مكتوب، هذا غير اسم البقالية طبعا. رجعنا المصاري وما بده يرجع البقالية. إحسان بيك ما بيصير، ليش هيك عم تعمل؟ ليش ما رجعت لهم بقاليته للجماعة؟ مين قال ما بدي رجع لهم؟ شو المشكلة بهالقصة؟ اللي بده يجي يشتري البقالية، بس معروف شو هو السعر، بتسوى 100 ألف ليرة. شبك يا إحسان، هاي الأربعين ألف يلي أعطيتنا ياهن، أنا من وين بدي جيب لك الباقي؟ ولا يهمك عمي، أنا فهمت شو بده الزلمة، اتركوا الموضوع علي، ارتاحوا. اسمع لك يا سعلب، عم بسمعك. مالك علاقة بمرت عمي، ومالك علاقة بعمي كمان. أنا ما قربت على حدا. اسمع، البقال هو نبض الحارة. لا مزبوط، ومو أي حدا بيفهم بهاي المصلحة، والمبلغ البقيان أنا بدفعه. ليش لا؟ ومن بعد هلا صارت علاقتك معي، أوكي؟ أوكي، اتفقنا؟ اتفقنا. من بعد إذنك عمي، ومن بعد إذنك مرت عمي. اوف، انا شو صار لي لحتى ورطت حالي بقصه مو قدها؟ اوف، حملت حالي مسؤوليه ابدا مو قدها. قسم التصميم بدي تجهزوا لي تقرير وبرزنتيشن عن كل حملات مستحضرات التجميل اللي اشتغلناها لليوم بالشركه، هي البيان الموجز. تمام، امشي لنشوف. قسم الماليه ما بدي الاقي اي نقص بورقنا لو سمحتوا، هي الحسابات كلها. ماشي يلا. جيجي. نعم. بدي تشيل كل الأغراض البلاستيك الموجودة وكل شيء مضر بالبيئة وكل القطع الغير قابلة للتدوير، هدول بيهتموا بموضوع تأثير الكربون بالمكان. بس عنا ما في تأثير للكربون لأنه البناية مطينة من برا وفي مي، يعني أكسجين وهيدروجين، ما في كربون. لسه بدك تلاقي أكتر من هيك؟ لا بالإذن. لوريس، حضري لي استبيان عن امتنان الكل بالشركة. ايه بس الكل ممنونين من الشغل بالشركة. بتحطي الاستبيان بملف وبدي اياه بسرعة يجهز. تمام دارين خانو، يلا عالشغل. يلا. طيب آخر مهمة لإلك، أنت المسؤولة عن النظافة هون. جد عم تحكي؟ الحنفيات، التواليتات، الأرض، السقف، تحت الطاولات والكراسي، كل مكان لازم يكون كل شيء عم يلمع لأنه في واحد منهم عنده وسواس نظافة. ماشي، بس الشركة كتير نظيفة، قولي لي شو بدي نظف فيها؟ بنظفها طبعاً، ليش لما نظفها؟ لأنه في واحد منهم عنده وسواس نظافة. مراد بعد إذنك كاسة شاي. يسلموا هالإيدي. صحة وهنا. عندك شاي معلم؟ إيه عندي. أنا حرقت حالي والله، حرقت حالي. أنا اللي احترقت، تضرب موزة شو الرعبة؟ لا تواخذيني، حطي لبن بيمشي الحال، لا تكبري القصة. أنا ورطت حالي يا جيهان، وعدت عمي ومرت عمي أمن لهم 60 ألف ليرة ليرجعوا البقالية، من وين بدي أجيبهم والله مو عارفان، وعدتهم مشان يرجعوا البقالية، ليش ورطت حالي؟ لك أنا هلا شو بدي أساوي؟ 60 ألف بدهم؟ طيب خرجت تسرق بنك؟ لا ما بعرف بهالقصص. طيب فيك تقتل مثلا؟ مالي قلب،
عملية سطو أو سرقة. تسرق لك حدا مليان؟ أنا بسمع عنهم بس بالتلفزيون. والله ليك 60,000 صعب إنك تدبرهم موزو. شو بيعرفني؟ قلت لحالي فيني دبرهم، بسأل أمي بركي بتعطيني إياهم. ليش أمك يعني من وين معها هيك مبلغ؟ ما أنت ما بتعرفي أمي، هي غنية، أمي في معها مصاري وراها ورثة كبيرة. لحظة شوي لأفهم، ورثة شو؟ احكي لي، فيك تفهمني؟ والله قد ما حكيت لك رح يطلع الحكي قليل. اسمعي لقلك، في محلات، في حمامات، في بيوت كمان، وشي مرتب وكلهم ديلوكس، وارض قدام المطيق. هاي الارض كلياتها إلنا. مصدق حاله كثير. لك شو قصدك؟ ليش عم تضحكي؟ ما عليك مصدقتيني مو؟ ليكن السندات بالبيت، روحي شوفيهم بعينك. عم تحكي عن جد؟ كأنه القصة جد؟ ايه؟ إما أنا تروح أطلبهم منها تعطيك إذا معها هالقد مصاري. القصة مو بهي السهولة، أمي هي اللي عم تدير المصاري، وهي وريهام وصحبي أبداً، وأكيد متذكرة شو صار جيهان. بتموت ولا بتقبل تعطيهم. لقيت حل، رح علمك شلون تحكي مع أمك، تمام؟ وبعدين بتروح لتاخد حصتك بطريقة حلوة وبدون ما تزعل منك، تنقذ لهم البقالية وريهام بتشوفك بطل. هيك رأيك؟ أصلاً بالعادة بوقف بتطلع على حالي كل يوم وبحس حالي بشبه الأبطال. أصلاً انوجدت بهي الحياة لحتى أنقذ البقالية. اتفقنا، امشي يا موزو البطل، تعال معي. بدي أسألك، طالما معكن هالقد مصاري، ليش عايشين بهالحارة؟ عم تسألي عن الحارة؟ شوفي لي هالناس ما أحلاها، بياخدوا العقل. البحر حلو والمي نظيفة، في عنا لحام وبيع خضرة، والبقالية أهم شي، في بقالية، بقالية ما في أحلى منها، وبيكفي إنه ريهام بتشتغل فيها. هلا اترك لي ريهام شوي، اسمع لقلك، اتصل بأمك وقلها تجي لهون بسرعة، اتفقنا؟ عالي ما هيك نهاد؟ لا تمام، ضغطي ما فيه شيء، منيح وهيبة. الله يخليك، دير بالك على حالك، نحن محتاجينك بالبيت، ما بدي اياك تتعب. ايه؟ الحمد لله انك معي، لولاك شو كنت بدي ساوي؟ غلطت ببيعت البقالية وخسرتها. مين قال لك خسرتها؟ إذا بخلي هالبقالية تضل مع إحسان الحرامي ما بيكون اسمي وهيبة، وخلص اعتبره وعد مني، رح نرجعها. كيف رح نرجعها وهيبة؟ شو بدنا نعمل؟ مخطط كبير. طولي بالك، شو رح يطلع معنا؟ يعني نحن اثنين شو رح نساوي له؟ مين قال لك بس أنا وأنت؟ مين قال لك؟ خلص خد شراب شاي وارتاح ولا تشغل بالك، اترك لي هالقصة. أنا بعرف أتصرف.